الله أكبر. استفاق أهالي مدينة الحولة بحمص على وقع قصف عنيف شنته طائرات الميغ منذ ساعات الصباح. الهلع الشديد والخوف خيم على أجواء المدينة بعد تعرض غالبية أحيائها لدمار كبير خلف وراءه قتلى وجرحى بينهم أطفال. وعلى وقع القصف المكثف سجلت المدينة حركة نزوح جماعية بحثا عن ملاذ آمن في المناطق القريبة. الحجر والبشر دائما في مرمى الحرب الدائرة على الأرض، ويبدو أن الاقتصاد سيدفع هو الآخر ضريبة إذا اقتضت الضرورة. فخط الأنابيب النفطي الرئيسي الذي يغذي مصفاة على المشارف الغربية لمدينة حمص تعرض للانفجار خلال اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في المنطقة. الغوطة الشرقية بريف دمشق لم تسلم هي الأخرى من صواريخ طائرات الميغ. غالبية أحيائها كدومة وسقبة وعربين وغيرها خيم عليها مشهد الدمار والخراب عقب الغارات. بث ناشطون صورا تظهر دمارا لحق بحي السيدة زينب، قالوا إن قوات النظام اقتحمته وقامت بتفجير سيارة مفخخة. مدينة البوكمال بدير الزور سجلت هي الأخرى حضورها في يوميات المشهد الميداني، فطائرات الميغ ألقت قنابل على عدة أحياء بالمدينة حولتها إلى أنقاض. بين سيطرة النظام على الأجواء وعمليات الكر والفر على الأرض، ما زالت الحلول الدبلوماسية في غرفة الإنعاش يدعو لها السوريون بالشفاء العاجل.